مشاهدينا لحلقتنا، وبيصيرني يكون عم بستضيف معنا بالستوديو دكتور عفاف زهر الدين مراد، مستشارة قانونية بمنصب بالسلك الدبلوماسي الألماني من أصل لبناني، مختصة من 30 سنة بوزارة التربية لتعليم اللغة العربية ببافاريا بميونخ ألمانيا، أسست مدارس للتبادل الثقافي بين ألمانيا والبلدان العربية. اهلا وسهلا فيك معنا اليوم، نورتي الاستوديو بحضورك. هلا، شكرا كثير كثير للدعوه. اليوم نحن بدنا نستفيد من وجودك معنا كرمال لحتى نرجع نسلط شوي الضوء على اللغه العربيه، وايضا بدنا نحكي معك عن كل هالنشاطات الحلوه المثيره يلي انا عرفت فيها عن كمان هالموضوع عن اللغه العربيه. هن كانوا نشاطات اجتماعيه ثقافيه لغويه، ومش بس بلبنان إنما كمان بألمانيا. خلينا هيك نبلش حلقتنا ونبلش نخبر هالمشاهدين عن تأسيس المدرسة العربية الحديثة Modern Arabic School يلي أسستوها من أكثر من 30 سنة، ويعني هي تأسست ببافاريا بألمانيا. بحب هيك تخبرينا شوي عنا، كيف إجت الفكرة، كيف قررتوا إنه تقوموا بهالهمة، ومين شجعك؟ يا هلا فيك، شكرا كثير كثير لاهتمامك ولمحبتك لهالموضوع. انا وقت اللي كنت بالمانيا كنت صغيره كثير، وحبيت اني دائما يعني اعرف عن لبنان. تعرفي نحن اللبنانيه بنحب لبنان كثير، وكنت يعني بالجامعه عم بدرس بالدراسه الحقوق، في هونيك كمان شيء اسمه اختباري، لازم تعملي دائما دورات اختبارية. فأنا بالصدفة يعني أخذت عنوان من وزارة التربية أنه لازم أعمل هونيك كطالبة حقوق في بافاريا، أنه أعمل كمان هونيك دورة. فاكتشفت أنه في كتير كتير لغات هونيك عمالهم يهتموا باللغات الإسبانية والفرنسية وغيره وغيره. فأنا قلت له نو 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 نو، انتو ناسين شي ناقص، في شي هون كتير مهم وناقص، لازم نهتم كمان باللغة العربية. فقدمت أول اقتراح، تاني اقتراح، أكيد رفضوا مرة واثنين وثلاثة. أنا عملت ثورة، بدك تقولي شو حلو، يعني هون فينا كمان نقول أنه صار في مثابرة قبل حضرتك. لأن أول جواب كان ما فيش لزوم للغة العربية في ألمانيا، خاصة بمنطقة بافاريا، هيدي كتير كونزرفاتيف هيدي المنطقة، وعاصمة بافاريا ميونيخ ما فيش هديك التواصل القوي ما بين البلاد العربية بالزمان. أنا عم بحكي هلأ بالثمانينات. أوكي هلأ يعني بعد ما انصدمت مرة واثنين وثلاثة، فكطالبة حقوق قلت له نو نو نو، ما رح it's unacceptable، ما رح أقبل إنكم ترفضوا تعليم اللغة العربية وبتحبزوا تعليم اللغة الإسبانية أو ما تنسوا الملك فريدريش وكانوا، وبتعرفي تاريخيا صرت أعطيهم أنا يعني أسباب عديدة مهمة، وما ننسى الأندلس وغيره وغيره، تاريخ الثقافة العربية. فاقتنعوا بالفعل، وكنت أول وحدة بألمانيا اللي أعطوها البوزيتيف إنرجي إني أمشي بهالموضوع. وهيك بلشتوا بهالمشوار من أكثر من 30 سنة مثل ما عرفنا، 35 سنة يمكن، صح. وبعد يكون يعني لهلأ عم تشتغلوا على صح هيدا الموضوع، صح. وتوسعنا أكتر وأكتر، عملنا نخصص يوم بعد يوم بالأسبوع، يوم مشان المواضيع الاجتماعية، يوم لمواضيع اللغوية، يوم لمواضيع الاقتصادية إيكونوميك، حسب البروغرام. وفي عنا كتير عدد طلاب من كل البلاد العربية، حتى عندي طلاب من الخليج، من الإمارات، من السعودية، اللي عملهم يدرسوا عنا كمان اللغة الألمانية. أوكي، هن بحاجة أكيد لأنه يكونوا بمطرح في لغة العربية. بنقدم أونلاين كمان اللغة الألمانية للأجانب، وكمان أونلاين اللغة العربية، لأنه كوفيد أثر علينا كتير وجبرنا نكمل بالأونلاين. حتى بلبنان بنقدم نفس الشيء. يعني من وقت ما أسستوا هالمدرسة أكيد صار في نزوح كتير كمان، سوري، صار في هجرة كتير، صح، من اللبنانيين خاصة إلى ألمانيا. هل هن هيك بتحسون معنيين أكتر بالتردد إلى التعلم يمكن أكتر الألماني، والتردد أكتر إلى هالمدرسة؟
يعني أنا بقول لك للأسف الألماني بحب كتير يتعلم ويضيع وقته باللغات وبالتعليم، وبحب السفر وبحب يتعرف على المواقع الأثرية والتاريخية. كتير كتير الألماني بحب يدخل يتعمق بالمواضيع. استكشاف. بس الشرقي لا، الشرقي سطحي كتير، بحب دايما ينظر للمواضيع السطحية. المهم انه اخد ورقة اذا بتعطيني اياها من تحت الطاولة قديش للأسف بدفعلك، للأسف هيدي اشياء بالفعل متعبة كتير وصعبة صعبة، تواجهتها كمان هون بلبنان وهيدي كتير اثرت فيي. فانا هيك مواضيع بتبعد عنها اولا، ثانيا بتأسف انه اللي عم بيروح على المانيا ما عم بفكر بالتعليم كتير، عم بفكر بس يعمل ماني بس مش اكتر، يعمل يعني ثروه، ومفتكر انه بالمانيا اليوروز على الارض موجودين رح يلمون نروح بسهوله. لهم بسهوله. هيدي هيدا للاسف كتير خطا. فهيك انا يعني مع الوقت انجبرت اني اعمل هالخطوه، هي المركز تبادل ثقافي بمنطقه الشرق لحتى نفهم اللي رايح على المانيا شو منتظره هونيك. يعني مش انه بسهوله رح تقدر توصل، بدك كمان تعطي جهد، أكيد بدون جهد ما رح توصل. ما حدا بيوصل لا صح. بلبنان ولا بأي مطرح تاني صح. بالعالم. صح. الإنسان دايما لازم يكون بجهده عم صح. بيقدر صح. يحقق أحلامه، هيدا دايما كمان بنحب نركز عليها. هيك حسيت بالحديث معك في عندك هيك شيء خاص لهالمركز، يعني هيك كأنك عن جد حسيتي بالبرايد إنك عملتي هيك مركز. هل جربتوا ترجعوا تفتحوه بمناطق أخرى؟ هل جربتوا ترجعوا توسعوا تكبروا أو ترجعوا يمكن مع الأيام تزيدوا من صدقي عدد الطلاب؟ أو شو عملتوا؟ شو اللي بيميزه هالمركز هذا كمان؟ المركز صدقيني ما حدا عارف قيمته بلبنان، للأسف للأسف للأسف، لأنه أنا اخترت منطقة الجبل، وأنا بعدها علي مدينة كتير كتير ثقافية ومهمة جدا. يعني فضلت أني ضلني بالمنطقة. أكيد لو أخذت مكان آخر بلبنان يمكن كان إجاني دعم أكتر بكتير من الحكومة الألمانية وغيره وغيره، بس ما طلبت أنا الدعم، لأنه المدرسة المودرن أرابيك سكول في ألمانيا نشكر الله اللي عمالها تمول كل مواضيعنا بالشرق حتى بعلي. لأنه يعني أنا هي يلي عم بتمول كمان هالمركز. صح. يلي حابه هيك بس اول شيء يعرف عنه كرمال للمشاهدين يعرفوا عن شو نحن عم نحكي. اسسته الجيرمان سنتر بعلي جي سي ال بي بي من سنة 2009، وهو مركز للتبادل الثقافي بين المانيا ولبنان. واهم الاعمال يلي عم بتقوموا فيها هي انه ترجعوا كمان تكونوا عم بتساعدوا هالاشخاص يلي حابين كمان يتعلموا لغات وغيرها وغيرها. خلينا هيك نبلش معك تفسري لنا شوي. اول شيء ليش نقيتي علي؟ ليش هالمنطقه؟ يعني هي عروسه المصايف ومين ما بحب علي، وهي فيها عن جد سحرها الخاص. وتحت الهواء كنت عم اقول لك انا شخصيا هيدي المنطقه هيك عندي ضعف عليها. اهلا وسهلا ليش فيك ليش بعلي. قررته؟ هل لانه انت من هالمنطقه او لانه كمان لقيتي انه فيها شيء هيك جذبك انه تفتحي فيها؟ يعني انا شيء بقول لك اعتبري علي كمان مدينتك، واهلا وسهلا فيك ساعه اللي بتجي عندك بيت هونيك. اهلا فيك. انا اخترت علي لانه زوجي المرحوم الدكتور سليم مراد هو بروفيسور عالم ذره، كان هو من علي، يعني أوكي. من عائله مراد رضوان، وبي ولادي ثلاثة، أنا عندي ثلاث أولاد، وهو كان ابن علي بدك تقولي بمعنى الكلمة، يعني حب علي كتير، وأنا بنت علي كمان. أنا ربيت كمان عند بيت عمي بيت مشايخ، وبتشكر كتير عمي ومرت عمي اللي كتير كتير حببوني أكتر وأكتر بعلي وبالدين الدرزي. وبتعرفي شو حلو هالشي اللي عم خبرينا هيك؟ بالفعل حلو كتير، وكانوا يحبوني كتير. كنت صغيرة بتعرفي، أنا كنت شكلي طول عمري أنا مختلف عن الأكترية، تشبه الألمان بيقولوا لي هيك بيقولوا لي. فمثل ما أنا عم بتعذب، مثل ما الأجانب بيتعذبوا بألمانيا، أنا تعذبت كمان لأني مش عيوني مش سود وشعري مش أسود، تعذبت كمان لبنان. فهيدا موضوع تاني. فعلي بالفعل حلو كتير، واللي حببني أكتر وأكتر هي فكرة المرحوم الدكتور سليم، كان طول عمره حابب يعمل شيء بالمنطقة يأسس شيء.
بس ما قدر يوصل لهدفه مثل ما كان عماله يفكر، لأنه دايما كان في بتعرفي أحجار وصخور دايما بالمنطقة الغاية للأسف. للأسف. بس الحمد لله نحن عنا بيت كتير كتير حلو بعلي، وفي يعني سبيس حلو كتير، وفي عندي يعني مجال، فليش لا أخذ بمحل تاني. وعلي مثل ما قلت لك مدينة ثقافية، وعندنا كمان ابن عمنا رئيس البلدية وجدي مراد بنعتز فيه وبنحبه كتير، وبيدعم دايما وبيساعد دايما دايما. ف يعني يعني قد ايه انت وفيه لحتى رجعتي حققتي هالحلم الحمد لله. ورجعتي اشتغلتوا على صح هالمركز؟ في صح كتير ناس بترددوا عليه، هل عمل فرق كمان بمنطقة علي؟ يعني ما في يقول عمل فرق كتير، بس بقدر اقول انه هيدا كمان عزلة علي، لانه نحن أكيد. عملنا عن طريق المركز وباسم المركز عم نعمل دعاية قوية كتير كتير عالميا سياحيا. اكيد الوضع، اكيد السياحة مش عم بيساعد بالوقت الحاضر، بس كلمة علي صارت معروفة بألمانيا بكل بالشرق، حتى كتار كتار بيسألونا بيقولولنا اكيد انا بعرف وين علي، في مركز ألمانيا هونيك. لك شو حلو. فهيدا انا اللي بيهمني كمان، يعني عم نعمل دعاية حلوة حلو، وعلي خلينا نفرجي بتستاهل. المشاهدين هيك بفيديو صغير هالمركز لحتى يشوفوا جمال هالمطرح وهالفيو الحلو كتير ثانك كمان يو منه، بالفعل هيك ليشوفوا ليعرفوا عن شو عم نحكي. منشوفه سوا. حلو، شفنا يعني مناظر حلوة عن جد، يعني مناخ يمكن بيرجع بيخلي الشخص إذا حابب أصلا يتعلم ويدرس هذا الشيء بيساعده إنه كرمال حتى يرجع هيك يحب إنه صح. يتعلم شيء جديد. بس أنا كان عندي كمان شانس كتير كبير، لأن دخلت بالسلك الدبلوماسي الألماني ما بين برلين وموسكو والقاهرة والخليج ولبنان، وكان معي عدد من الدبلوماسيين الألمان بالشرق الأوسط، وشخص منهم كان يعني واحد من الدبلوماسيين الكبار اللي مسؤولين عن الثقافة والتعليم بكل الشرق الأوسط، هو دكتور بيتر بيولر اللي أسس معنا المركز بعلي. وأنا أوكي. أكيد بتشكر الأشخاص الألمان اللي حبوا المنطقة وبعدهم لليوم بيزوروا لبنان دايما، مش بس بيزوروا مار شربل البترون والارز، لا بيقولوا لك علي والارز الشوف كثير كثير مهم لهم. فعندي هلا دكتور بيتر مريض بالفعل وكبير بالسن وعنده وضع صحي خاص، بقول لك انا حتى لو بدي موت مش مهم، انا بتمنى موت بلبنان. هالقد حبوا لبنان، بالفعل كثير حلوه هالرساله يلي هيك كمان انتم عملتوها من خلال هالمركز، ضويتوا على المعالم السياحيه الجميله جدا. صح. بلبنان كمان رح نسافر الى هالمعالم السياحيه نحن والمشاهدين من خلال فيديو قصير كمان حضرته بالمركز. يا اهلا. عودة
إلى الاستوديو من بعد هالسفرة الحلوة إلى المناطق الجميلة بلبنان يلي مثل ما قلت اللي بيزورها ما بيحب إلا ما يرجع يزورها مرة تانية. توقفتوا بفترة كوفيد بعتقد شوي بهالمركز عن العمل، وشو هتصار بعدين؟ صدقي من وقتها نحن عم نقدم دورات أونلاين عالمياً، مش بس بلبنان، بألمانيا كمان، لأن هيدا موضوع كوفيد عالمي. وفي عندك عدد من الطلاب مش بس من لبنان، من ألمانيا، من السعودية، من الإمارات، من الكويت، عمالهم يدرسوا عنا أونلاين. وبعدنا إسا مكملين بالأونلاين أكتر شيء، بس في إسا هدف إنه نرجع نكمل بشهر 11 إن الله راد السنة هاي، ونعطي كمان دورات توعية كمان مشان مواضيع المشاكل اللي عم تحصل للطلاب داخل المدارس اللي عمالهم يتعرضوا لمشاكل كتير حساسة، مشاكل يعني أكيد تنمر وغيره وغيره، وموضوع اللي عن جد يعني ما عم نخلص منه. وبعدين في كتير كمان عم بسمع في كتير كمان عدد كتير كبير بتعاطوا المخدرات وبتعاطوا، يعني في نقص كتير كبير. فعم نقدم دورات بالفعل نعرف ونفهم الطالب انه اللي عم يسوي خطأ او لان كمان في مواضيع الـ ADHS للطلاب اللي عندهم صعوبة كتير بالدراسة، فكتير اهالي ما بيحبوا يعترفوا انه في ضعف او في مشكلة او شيء، فبيحبوا دايما الشو، دايما شو انه انا ابني وابني وابني وبنتي وبنتي. انما بس نعترف يمكن بالموضوع احنا بنقول بنكون كأنه طببنا نص الموضوع. صح. كتير حلو الواحد يعرف. فنحن هونيك بألمانيا يعني بنستعين كمان بكتير مختصين بالمواضيع الأمراض النفسية. حتى لأن في كتير تلاميذ بعد كوفيد خاصة وبعد التطعيم اللي حصل بالعالم كله أثر كتير صحيا على الجيل الجديد أكتر شيء. أكيد الكبار بالسن أثر عليهم كتير، وكمان الصغار. فتلاميذ المدارس كتير تأذوا بالفعل خاصة بوقت كوفيد، فلازم نعطيهم دعم، لازم ندعمهم، نشجعهم، نعطيهم أوبتيمسموس أكتر من ما لازم لحتى يقدروا يوقفوا على جريهم ويقدروا يتمكنوا يكملوا الطريق، لأنه بتعرفي مواضيع وكمان عم تمهدولهم يمكن شوي الطريق كرمال حتى يقدروا يسافروا. صح ويكملوا. صح علمهم. صح صح. فأنا صرت متوكلة بأكتر من 25 طالب، يعني أنا بعمل شو بيقولوا، باخد التوكيل عنهم وبهتم بمساعدتهم بألمانيا حسب الإمكانية. للأسف يعني الظروف لأنه اللي مارقين فيها بلبنان إن كانت اجتماعية أو اقتصادية يعني هي. صح. عم بتكون صعبة جدا، يعني إن شاء الله دايما يكون في أشخاص من أمثالك يكونوا عم بيفكروا بهالناس يلي عن جد بعدهم بحاجة هن لدمع. بتمنى إنه نقدر نساعد حسب الإمكانية. خبرينا شوي عن هالرحلات التعليمية السياحية للبلدان العربية، شو كانت أهدافها وليش وقفتوها؟ صدق هيدا موضوع كتير حلو، كان بالتسعينات ناجح جدا، وأنا بقول يعني كنا ناجحين كتير، بس 9/11 غير العالم كله. ومن وقتها فينا نقول إنه الوضع الأمني ما عاد مثل الأول. والمشاكل السياسية الأمنية ما عم تسمح إنه نكمل موضوع السياحة التعليمية اللي كانت كتير ناجحة وما زالت أكيد لبعض البلدان. هلأ من ألمانيا بنعمل نحن رحلات تعليمية سياحية للأندلس لإسبانيا. حلو. ومنعرف عن تاريخ العرب، تاريخ الثقافة العربية وغيره، بس ما بنقدر نكمل مع لبنان للأسف، ما بنقدر. إن شاء الله هالشي بيتغير قريبا. كمان بدنا نتوقفك بطريقة سريعة شوي عن رحلة الاقتصادية أو البزنس تريبس الجيرمن أرب سوري عن الجيرمن أرب كونسلتنسي اللي هي شركة عملتوها كرمال حتى تساعدوا الشركات بألمانيا، ويمكن في ناس هونيك بحاجة كمان كانوا لها الدعم كرمال حتى يقدروا يبلشوا يأسسوا يمكن ويبنوا مستقبلهم. بعد 9/11 مثل ما قلت لك صار في ضوء كتير كبير علينا بألمانيا، خاصة بالمدرسة العربية الحديث المودرن Arabic school.de اللي حاولوا دايما ياخدوا معلومات عن بلدان العربية والمواضيع دينية وغيره. فهيدا اللي جبرنا انه نوسع شوي العمل
في مثل بالألماني بيقولوا إذا موزس ما إجا لعندك روح أنت لعند موزس. حلو. فالجبل يعني الجبل إذا أنت ماجي إذا الجبل أنت ما قدرت تروح على الجبل جيب الجبل لعندك. يعني أو العكس مثل ما قصدي. فقلنا أوكي، لكن إذا نحن ما فينا نكمل مع بلاد العربية أوكي نعطيهم شيء مشان نأسس. هيدا مكتب استشارات قانونية بألمانيا بيساعد مش بس البزنس بيبل أكتر شيء. أنا الفكرة كانت البزنس وومن أكتر من ما هي البزنس مان. هيدا كانت فكرتي الأساسية، ويعني أسسنا هالمكتب الاستشارات القانونية لأن أنا كنت خلصت دراستي بالقانون، ويعني حبيت اني اعمل خطوه تساعد شركات صغيره. انا بهمني دائما مش بس الشركات الصغيره، المراكز الصغيره، الجمعيات الصغيره. حلو. كل شيء صغير، لانه انا وقت كنت كثير صغيره ما حدا ساعدني، ما حدا وقف جنبي ابدا ابدا. انا صنعت نفسي بنفسي وتعذبت كثير، فلهالسبب دائما عندي شيء بقلبي بيقول لي لا لازم الكبار المعروفين انسيهم. أنا بهمني منهم بحاجة لأنه صحيح. فأنا بهمني دايما اللي عماله ينشأ ويطلعوا وعنده نشاط وعنده جهد، هيدا أنا كتير بحب أدعمه وساعده. شو حلو، إن شاء الله هيك ربنا يكتر من أمثالك، لأنه عن جد يعني في كتير ناس بحاجة أوقات لبوش صغير، أوقات أنا بقول لهم دعم معنوي، أوقات كلمة، أوقات هيك سند صغير عن جد بيعطي هالشي اللي الإنسان بحاجة له تبلوم. صح صح يعني صح. شي صغير بخليه مثلا في عندي ياخد قرار وهالقد يتقدم ويوصل. في بعلي مثلا فرن كتير حلو صغير هيك نعوم، بس شو أكلهم طيب وشو شغلهم نظيف ما تقدري. الشيخة أم خالد بعلي فرن علامة، أنا بحبه كتير هالمركز هالمكان، فبحب دايما هيك شوي أدعمهم. حتى لو أنا ما أكلت الطبخة لا بحب دايما أعمل مثلا طلبية لحتى شجعهم. حلو، وهذا الشيء أكيد ببين كتير عندهم وبيعطيهم هيك يرجعوا هالبوش يلي هن بحاجة لإله. بصدقيني لأن أنا كنت بحاجة ماسة لحد أن يساعدني بحياتي، بس أنا طول عمري وحدي. يعني حلو أنه هالقد كمان عندك كان هالمثابرة وهالثقة يلي مفروض الإنسان يكون عنده إياها لحتى يقدر يوصل للأعمال يلي قدرت تعمليها بحياتك. ومن هون رح نروح للقسم الثاني من حلقتنا، حبة هيك صلت الضوء عليك كمان على الأشياء يلي نلتيهم يعني بحياتك. كتير في أشياء مش رح نقدر أكيد نعددهم ونحكي عنهم، إنما بدي أتوقف وأقول إنه دكتور عفاف مراد هي الوحيدة من أصل لبناني دخلت بالسلك الدبلوماسي الألماني من النساء الرائدات يلي بتمثل المرأة اللبنانية المثقفة الذكية يلي أثبتت عن جدارتها بالعالم. كيف حصلتي على هذا الامتياز؟ يعني أول شيء أخذتي هاللقب، يعني أول مرأة من أصل لبناني، كيف؟ خبرينا هيك شوي عن المسيرة يلي كنت فيها لحتى وصلت لهون. سدي أنا تركت لبنان كان عمري 15 سنة، تزوجت، زوجي كان أكبر مني بفترة ب 38 سنة. وطلعت لألمانيا بديك تقولي هدفي الوحيد كان فقط أني أتعلم وأدرس، والحمد لله حظي كان كتير كبير أنه الدكتور سليم هو عالم بالذرة، كان يحب كتير العلم يعني يساعد دايما كل شيء مواضيع العلم كان كتير مهتم فيها، فهو اللي دعمني وحببني كمان بالتعليم بالعلم وسمح لي أكيد أني أدرس وغيره، والحمد لله وصلت لهدفي. ويعني فيي يقول أني حققت أحلام كتير كانت عندي. وكمان 9/11 اللي خرب العالم كله كان شوي بوزيتيف، كان بوزيتيف بناحيتي انا، لانه انا شخصيا مصائب قومين عند قومين فوائده ابدا. فهيدا اللي صار، فكل الصحافه والتلفزيون والدنيا كلها ب 9/11 كانوا عندي بالمدرسه. فنحن انجبرنا نسكر هيك انعرفت اكثر، فصار في يعني ضوء اكثر حكوميا وكمان دبلوماسيا. وكمان كنت مخلصه دراستي بالقانون اللي وصلتني، انا الدكتوراه بالقانون اللي وصلني لهالمنصب هيدا. وكنت عم بقدم كمان دورات كتير لتعليم اللغة العربية للدبلوماسيين في الحكومة،
فقدرت يعني أوصل، وصار عندهم الثقة، يعني عرفوا مين أنا. ونحن بالفعل اللبنانية وين ما منروح صدقيني عندهم أصالة. صحيح، عندهم أصالة ما تقليلي، يعني نحن إذا بنشرب من بير مستحيل مستحيل نضع فيه أي شيء. صحيح، عندنا أصالة. فحبيت دايما اني يعني اعطيهم المحبه اكثر واعرفهم اكثر عن لبنان. والحلو انه قدروا، ايه الحمد لله، فاعطوني شافوا بعينه لمسوا انه في ثقه. وانا الحمد لله عندي دوسيه طول عمري، احنا بالحلف الاطلسي دايما عندنا دوسيه نظيف الحمد لله من ايام المرحوم الدكتور سليم. فهيدا كله مع بعض اكيد كان بوزيتيف لإلي. وتعرفت على الهيئه الدبلوماسيه اللي كانت ما بين برلين وموسكو اكثر شيء. وكان في مواضيع كمان حساسه قانونيه كمان بين موسكو والبلاد العربيه وغيره وغيره. فانا كمان كنت مش بس لغويا كمان قانونيا كنت معهم، ولهالسبب وصلت بهالخطوه هاي. واكيد بتستاهلي وعن جداره، ونحن بنشوف حالنا بلبنانيات من امثالك. ايضا حصلت على تكريمات عديده، منها اخذت تكريم من تكريم المتفوقين في المانيا من حكومه كمان بافاريا ميونخ. صح. كمان كيف اخذتي، كيف حصلتي على هذا التكريم؟ كان من وزاره التربيه والتعليم، وكثير يعني اهتموا بشغلي انا، لان كنت انا يعني احط البرامج كمان ودرس بالحكومه بالمدارس الحكوميه، يعني الطلاب في عندي كان عندي طلاب من اكثر من 30 مدرسه حكوميه بمنطقه بافاريا. فانا كنت اعطي الدعايه لطالب واحد اللي هو وزعها على مدرسته اللي عدد طلابها اكثر من 1000 و2000 طالب. فهيك انا يعني تعمقت وصلت لهالعدد الكبير هيدا اللي يجوا يتعلموا اللغه العربيه عنا. فالحمد لله يعني من دورة لدورة قدرنا نتوسع ونوصل. والهدف كان دايما مثل ما خبرتك الرحلات التعليمية السياحية اللي كانت كتير ناجحة بلبنان، واللي بالفعل عرفت كتار من الألمان من العيال على لبنان. يعني ضوء كتير كبير كان، مش بس الرحلات البيبلش رايزن اللي هي كمان كانت تهتم بمنطقة الشمال أكتر شيء. وأنا هيدي الإذاعة مريم تي في بحبها كتير، لأنه دايما عبتعتي كانت دايما بوزيتيف انرجي دايما. ونحن كمان من مريم تي في بنحبك كتير. كمان أخذت تكريم هو Best Arab Woman Award من اليو ان بالقاهرة كعضو أو بورد ممبر بالجيرمان أورجانيزيشن. كمان خبرينا عن هالتكريم. أنا لي سنوات عديدة بساعد باليونايتد نيشن بس قانونيا حكوميا، ومن فترة يعني من كذا سنة كنت معهم ممبر عادي، وهلأ لي فترة طويلة كمان بورد ممبر. والحمد لله يعني عطيوني هالتكريم بالقاهرة كمان، بالقاهرة هالأورد، لأنه موضوعنا نحن كتير سستينبل، يعني هيدا بدك تقولي له مستقبل، وبتعرفي الجيل الجديد كتير بهمنا، ودعم الطالب ودعم المراهقين والصغار أكتر شيء هلأ، خاصة بعد كوفيد تعبنا أكتر على الصغار. ايه اكيد صار في عنا هلا دبل افورت لازم نعمله كرمال لحتى نقدر نشتغل على الاجيال من هي وصغيره. بس بالقاهره انا كنت كثير الحمد لله ناجحه متفوقه، لانه كمان كنت بالسلك الدبلوماسي الالماني مع السفاره الالمانيه بالزمالك بالقاهره، واسست كمان هناك جمعيه النهضه العربيه، فهيدي كثير مهمه. فعم نقدم كثير دورات، وكمان بنقدم بديك تقولي يعني مثل فورت ريجي اللي هي منعرف، ومحاضرات لدعم المرأة مش بس بتونس، بالمغرب، بالجزائر، حتى اشياء كتيرة عم بيعزموني مشان نكون اونلاين معهم. بس بالقاهرة كنت الحمد لله كتير نشيطة، لانه الحكومة الألمانية كانت تمول كل شيء،
وانا كنت ادعم اكثر شيء الجمعيه الصغيره، واهتمينا كمان بهالثلاث سنوات بالقاهره بموضوع محو الاميه وساعدت كثير حنان صادق وغيره 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 من الست سيدات اللي كثير عندهم نشاط قوي انهم يعني يدعموا الطالب ويعرفوه ويعلموه. فهيدي كانت كثير حلوه، ويعني كمان النساء بالقاهره وضعهم كثير صعب، فكمان قدمت عده محاضرات مشان مساعده المراه ضد العنف، العنف ضد المرأة خاصة حلو. نحن هذا موضوع كتير بيعنينا كمان، يعني بمريم تي في مثل ما بتعرفي نحن دائما بنحب نسلط الضوء على المرأة وكل شيء له علاقة بالوومن امباورمنت. دكتور عفاف مراد، حضرتك بتقضي ايامك يعني بين لبنان وبين المانيا، يعني هيك بحب اختم حديثنا شوي واسالك هيك بطريقه مختصره سريعه عن الوضع الامني ووضع اللاجئين اليوم بالمانيا كيف هو؟ يعني وضع اللاجئين بالفعل غير المانيا كثير. هلا المانيا من 10 او 15 سنه كانت غير المانيا اليوم. فالوضع كثير تغير لان عدد كثير كبير من اللاجئين، ما بدي اقول من السوريين فقط، لا في كثير لاجئين من كل بلاد العالم ما عملهم يحترموا قوانيننا. القوانين بالمانيا، انا ليكي طول عمري بنت القانون وعندي امل كثير كبير بالقانون وصبر كثير وطولة بالي كثير على القانون، لانه بعرف انه القانون بيوصلني اذا انا معي حق. اكيد. بس الاجانب اللي عملهم يجوا، اللاجئين اللي عملهم يجوا، للاسف الاكثريه ما هم لاجئين سياسيين، لا اللاجئين اقتصاديين عندهم فقط الهدف الوحيد انهم يعملوا ثروه او يعيشوا ببلد تأمن لهم لألون ولأولادهم التعليم وغيره وغيره. هلأ بألمانيا لأنه نحن بلد سوسيال، يعني كتير بتساعد الحكومة الألمانية، بتساعد كتير الإنسان، فكل شخص بيطلع لألمانيا أكيد له مبلغ محدد بتساعده مشان ما يقعد على الطريق تأخذنيش، حتى ما يقعد على الطريق ويشحد مشان يقدر يأكل يشرب أو شيء، يعني احترام الإنسان. هيدي بس ما بيكفي كرمال حتى يقدر يبلش شيء شغل. فكتار عملهم يتعذبوا وكتار عم يرجعوا يتركوا ألمانيا لأنهم عملهم يكتشفوا أنه مش هيدي الأكل الطيب اللي كنت أنا عمالني أفكر فيها. ألمانيا كتير بتقدم مساعدات إنسانية وخدمات إنسانية كتير، بس إذا كنت كوركت، إذا كنت عملت غلطة صغيرة وكذبة صغيرة خلص راحت عليك، أكسوا عليك. أكيد لأنه الصدق بألمانيا. أنا بقول نحن، أنا ليكي أنا تلميذة بس شو حلو، في أحلى من الإنسان يكون عايش بمطرح كوركت ويكون في صدق صح، ويكون يعني عم ياخد يلي بيستحقه ويقوم بواجباته مثل ما مفروض يكون عم بيعمل. أنا تلميذة دالاي لاما طول عمري وبهتم كتير بالحكم الحلوة اللي بقراها كتير، بقرأ كتير. ففي حكم بتقلك الإنسان إذا يعني العاطفة شيء حلو، بس الصدق والمحبة والإنسانية أهم من العاطفة. هلأ شوفي التربية مثلا بالشرق الأوسط، المرأة للأسف بالشرق الأوسط عامة وبلبنان خاصة كتير يعني مركزة على الولد أنه يضل حدي، لأنه أنا امرأة وأنا فاشلة وأنا بدي أكبر بالسن، بدأ سند بتفكر أنه هو بدي أعمل طبخة بدي شغله كل يوم ثلاث مرات يروح يجي على السوق لحتى يضل يعرف أنه الماما بحاجة لك، الماما. لا، هيدي بألمانيا المرأة والأم بألمانيا بتحب أولادها أكيد، بيشتغلوا أكثر على الاندبندنسي أبداً، وبعدين استقلالية الولد، وبعدين إذا الولد عمل غلط أنه هو يتحمل المسؤولية. برافو. هون المشكلة بالشرق أنه لا، هني هلا إذا عملوا أخطاء كتير وحتى إجرام، لا للأسف في كتير اتكالية صحيح، ومش بس هيك إذا عملوا حتى إجرام بيروحوا لعند الزعيم لحتى كمان يساعدهم. هيدي أخطاء عديدة عم تحصل وعم تنعاد دايما،
هيدا غلط كتير كبير بالتربية، لهالسبب الجيل الجديد هون عم بتعذب أكتر وأكتر. يعني إن شاء الله مع هالتقدم الثقافي وبالتربية وهالانفتاح، فينا نقول يعني صار في كتير انفتاح على العالم مؤخرا مع الإنترنت، مع حتى مثل ما قلنا حتى الزوم، يعني صاروا بيعملوا مقابلات من كل أنحاء العالم. صرنا ضيعة صاروا كونكتد بطريقة هينة. صحيح، كونكشن صارت هينة. إن شاء الله هالأشياء تتغير لحتى نقدر عن جد نرجع نبرز هاللبناني يلي بيقدر عن جد يعمل كتير وبالعالم قدر يوصل وقدر كمان يثبت عن جدارته. وانت من احد هالاشخاص دكتور. الحمد لله. لبناني كتير محبوب بالعالم، بالفعل محبوب لانه نشيط مثل ما قلت لك، لانه كمان ما بيطعن. اللبناني بحب من البير اللي وعنده مبادئ. إيه؟ وعنده مبادئ، بس اكيد مش كلهم، اكيد مش طبيعي كلهم، اكيد ما في حدا مثل التاني. بس في كتار كتار عم بيروحوا، خاصه نحن عنا ازمه كتير كبيره ببرلين وبماينز، وهون عم يعملوا مثل كلانس وعم بيعطوا واجهه كتير كتير نيجاتيف على على اللبنانيه، وكتار وكتار لبنانيه منهم من اصل لبناني بس معهم الجنسيه اللبنانيه وطلعوا من لبنان كلاجئين، وعمالهم يستغلوا اسم لبنان نيجاتيف ولشوهوا الصورة يلي هو اللبناني عن جد. وأنا كتير كتير بشكر كمان دعم سعادة السفير مصطفى أديب اللي هو من طرابلس وصديقنا وحبيبنا، اللي هو كتير عماله بالفعل كتير يواجه هالموضوع هيدا، وعم نجرب انه نصحح هالخطأ اللي عم بيحصل. هالنظرة كمان نظرة من الغرب للبناني للأسف يلي أخدوها بسبب أشخاص يمكن شوهوا سوريا. بس هلا إذا واحد عمل غلطة مش معناتها كل اللبنانية. وهيدا هو هون نحن الدور الأشخاص يلي مثلكم كرمال لحتى يرجعوا يمحوا هالصورة المشوهة. شو في كلمة هيك بتحبي توجهيها بختام حلقتنا للمشاهدين يلي هلا عم يحضرونا؟ أنا بتمنى إنه كل مرأة بالعالم، أكيد مثل ما قلت بالشرق الأوسط عامة وبلبنان خاصة، إنه ما تتأثر بمواضيع الجيران والسمعة والكلام والحكي والعائلة، تعرفي الأقارب عقارب نحن بنعرفها هيدي طول عمرنا. بس المرأة لازم يعني تتعلم إنه تحقق أحلامها إن كانت من أي اتجاه إن كان، وما تهتم بكلام الناس بكلام العالم لأنه هيدا بضعفها، بتصير ضعيفة كتير. وأنا بعرف إنه المرأة هي دايما عندها مشكلة كتير كبيرة مع المرأة، وبلبنان خاصة المرأة هي عدوة المرأة، هيدي تأكديها. أنا هالكلام الجوهري اليوم يعني بتعلمه منك، لمستها بمعنى الكلمة إنه المرأة عدوة المرأة. فأنا بتبعد دايما لأنه مش هيدا النيفو اللي أنا بستحقه. فبتمنى على كل مرأة إنه ما تنظلم من جارتها أو من صديقتها، وتحقق أحلامها وتتعب على نفسها على ثقافتها، لأنه اللي عندها براسها ما حدا رح يسرق ليه. ممكن يسرقوا لك كل شيء، بس اللي برأيك براسك بثقافتك بعلمك ما حدا رح يقدر ياخذ لك. أكيد وقتها بيكون كمان عنده الإنسان هالقناعة ويكون عنده الثقة بالنفس، أكيد مش مفروض يكون عم بيدير دينته لأشخاص ممكن كتير أوقات تهدمه بحياته أو تحط له يمكن حيط مسدود كرمال لحتى توقفوا عن تحقيق كل أحلامه. بخافوا، المرأة بتخاف كتير خاصة بالجبل عنا. أنا بشوف إنه المرأة ضعيفة جدا جدا جدا، والرجل هل هالسبب بعده هل هالشي بيرجع للمجتمع الذكوري يمكن يلي بعده موجود بهالمناطق بالذات بلبنان؟ هو ليك الشو شاطرين كتير بالشو بالفعل، يعني open minded وعندهم emancipation ما تقدري قديش قوية، بس وقت اللي بتكوني بيناتهم عن جد عن جد يعني ضعيفة كتير كتير ضعيفة، حتى ما إلها يعني ما يعني كيف بدي اقول لك بتخاف حتى تعطي رأيها. لحديت هون انا لاحظت هالشيء هيدا. فلهالسبب انا بسمع وبنظر وما بعطي رأيي، تعودت بألمانيا اني اكتب دائما، ما اعطي الرأي اكتب. فهيدا الشيء الحلو. بطلب من المرأة اللبنانية انه كمان تعطي تشانس شوي لهالرجل، لانه عم بلاحظ انه الرجل ما عنده بقى ايمانسيبيشن كثير.
يعني صحيح كمان. صحيح انه بوزيتيف ونيجاتيف بنفس الوقت. صحيح. في كتير سيدات عمالها تظلم الرجل. صحيح. عم بتظلمه. صحيح. بس في كتير رجال عم بيظلموا المرأة. يعني هيدي لازم شوي اجتماعية. يعني لازم نقول يعني يكون في تفاهم بين المرأة والرجل ويكون في نوع ما من المساواة اللي كلنا عم نطالب فيها، لأنه مثل ما الرجال قادر كمان المرأة قادرة، مثل ما الرجال عنده كمان حقوق وواجبات أيضا المرأة عندها حقوقها وعندها واجباتها، على أمل أنه تتغير هالأشياء والمرأة توعى أكثر على قدراتها على حقوقها، وأيضا توعى أكثر أنه هي تقدر تعمل فرق بمجتمعها. صح. والولد هلأ الطلاب الجيل الجديد مثلا في كتار بيجوا لعنا على المركز بدهم يتعلموا لغة ألمانية ويسافروا ويدرسوا برا، بس الماما بالبيت بتحد من هالأحلام، اوه بدك تتعلم لغة ألمانية، ليش بدك تروح تتزوج ألمانية؟ هيدي الفكرة الوحيدة اللي براسهم، وهيك بتضيع الأحلام كلها كمان بتضيع مع هالأفكار للأسف. على أمل يتغير هذا الشيء دكتور عفاف، يعني أنت عشتي وبرا وشفتي الفرق، وهون في صرخة رح منوجهها من خلالك إلى هالمجتمع إنه حرام تحدوا أحلام أبنائكم. هون في عندكم يعني قدامكم أمثولة كرمال حتى تعرفوا إنه تخلوا الإنسان يقدر يحقق هو شو الشيء اللي بيطمح له بحياته، ينجح ويكون عايش بالطريقة اللي بحبها بسعادة. أنا بدي أتشكرك اليوم لوجودك معنا، ضفت كثير يعني لأفكارنا ولأفكار المشاهدين وهالمعلومات الحلوة اللي أعطيتينا إياها، ونحن هيك بنشوف حالنا دايما بنساء رائدات من أمثالك. شكرا كمان للحلقة الحلوة، وأهلا وسهلا فيكم دايما بعلي وبألمانيا، وبتشكركم وبتمنى للإذاعة مريم تي في مريم تي في النجاح والازدهار دائما. شكرا لك مشاهدينا، ما تروحوا لمطرح، بنكمل معكم شوي وبنرجع لكم.